كل الوقت كنت عم تخونك، كنت خايفة أخسرك. ما كان بدي أخسرك. أنا بعرفك كتير يونس، أنت كنت صديقي لما أكون وحيدة، وبيي لما أكون ضعيفة. مرة قلت لي إنك بتحس حالك عم تتخبى فيي، تفاجأت بكلامك لأنه كان عندي نفس الإحساس. كنت عم تخبى فيكي. أنا؟ إيه. كنت عم تخبى فيكي من الناس. أنت هلأ أكتر مرة رح تكون بأمان. في ناس ما إلن عازب هالحياة، كان لازم ينسحبوا بهدوء. مش مسموح حدا يجرب يأذيك هلأ يونس، وتمارا كانت عم تجرب تأذيك كل الوقت. تمارا رجعي 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 توصلي. لا لا خلص رح روح مشي. رجعي توصلي. ميرسي. احنا بسرنا الجمال يرفقنا. مين هيدا عم تظهر مع روني؟ شو مين هيدا؟ هيدا ممثل جديدة. وشو عم تعمل عندك بالبيت؟ في عالم شافوكم سوا مزبوط هالحكي ولا لا؟ جاوبني روني. خلصنا بقى تمارا خلصنا. عم تخنقيني. هيدا طبيعة شغلي حبيبتي، بدك تتقبلي هيدا الشيء. طبيعة شغلك تجي لعندك على البيت؟ ايه طبيعة شغلي انه تجي لعندي على البيت وانا حر اخدها مطرح ما بدي. لأنك ما بتحبني روني، ما بتحبني. يا عمي شو خص هي بهي؟ شو بشرفك شو خص هي بهي؟ بس انا بحبك روني. تمارا بليز اعملي معروف، صرت قايل لك للمرة المليون. هيدا الحكي بيطبق لي على قلبي، اعملي معروف اعطيني السبيس تبعولي اوكي؟ بليز. وقتها تأكدت إنك كنت مجرد لعبة بين إيديها وما كانت عارفة قيمتك، ما كانت عارفة قيمة يونس جبران بالوقت يلي أنت كنت عم تضحي بكل شغلك وكل وقتك كرمالها. ما كان في يضل واقفة عم تفرج. قررت أتصرف.